ارجع لحضرتك بعد الفاصل نتكلم على منتخبنا الوطني. كانت مفاجاه بالنسبه لك عدم انضمام امام عاشور؟ لا عادي. يعني عادي يعني. في بعض الناس شايفه ان من افضل الحاجات اللي حصلت لامام. هل انت معهم؟ لا انا عجبني شجاعه حسام حسن. انا هو السؤالين يودوا لبعض يعني. يعني عشان بس ما تبقاش المساله من شخصانها يعني. المدرب ده عمل مواقف يعني تقول لك درجة شجاع يعني. ما بلوش دعوه بالجمهور. احمد عيد لعب واجاد. الناس كلها بتقول فين وفين وفين فين وفين اثنين ثلاثة من الاهلي ومن الزمالك. لا محدش بيقول فين. لا محدش بيقول فين. لا اتقل. يعني انا ما قلتش. انت ما قلتش. انت ما قلتش. الجمهور أيوة. الناس طبعا من حق الناس تختلف. الناس عايزه لعيبتها تلعب في المنتخب يعني. بتكلم على عمر وعمر جابر وعمر كمال. موقفه مع حجازي يعني حجازي لعيب كبير جدا. بس مش معنى انك انت لعيب كبير انك ما تسمعش المدرب. لا انك انت مكانك محجوز سواء فت و100% ولا مش 100%. ودي مش اي حد هيقعد حجازي. انا بقول اهوت مش اي حد يخلي حجازي احتياطي. مش اي حد يخلي النني ما يجيش اصلا في القايمه مع انه تألق في باريس المنتخب الاولمبي. يعني التغييره بتاعته بتاعت مصطفى محمد وحمدي فتحي لما عبد المنعم اتعور. في قرارات فيها شجاعه. حتى لما اشترك وقرر ووافق انه يلعب الدوره الوديه اللي فيها كرواتيا دي كانت شجاعه وهو لسه مستلم الفريق. دي حاجات يعني الحقيقه بتعجبني في حسام يعني. حسام حسن من دي شخصيته من زمان. بس خلي باله من كلامه بس. وانا قلت له كده يعني. قلت له خلي حد يتكلم يعني. ما هو يعني على طبيعته يعني. صحيح يعني.